كان للمواقف المبدئية السامية والاستثنائية التي انتهجها أهل اليمن، وكما أشار الإمام الخامنئي إلى أن مواقفهم بإزاء ما يجري في غزة نصرة لفلسطين هي في الحقيقة كانت مواقف استثنائية، وكان لها الدور الكبير جدا في تغيير معادلة الصراع. کاری که اونها در پشتیبانی از مردم غزه انجام دادن حقا و انصافا در خور تحسین و تمجید و ترکت اثرا بالغا و سوف يكون لها تداعيات كبيره و بركات عظيمه على الامه الاسلاميه وعلى القضيه الفلسطينيه وسوف تسهم اسهاما كبيرا جدا في دحر التواجد الاجنبي وهزيمه الاستكبار العالمي في هذه المنطقه. الشعب اليمني سطر أروع حقيقة صور البطولة والإباء، واليوم أهل اليمن وشعب اليمن تمكنوا حتى من تغيير مباني وقواعد التحليل السياسي والرؤية الاستشرافية السياسية، وفوجئ العالم. يكفي أن الجنرال المتقاعد الجنرال الأميركي سكوت، وهو خبير مخضرم في السياسة، قال أن موقف اليمن أذهل الصهاينة. هذا الموقف اليمني ليس فقط في البحر الأحمر، هذا الموقف قال من أنه غير كل شيء، لم يغير المشهد السياسي فحسب، لم يغير موازين القوى فحسب، نعم، وغير حتى منظومة القيم. نعم، حقيقة أيقظ الشعوب.